طيب بداية بقى كابتن عزت في مرحلة جديدة، مين اللي رشحك انك تكون مدير كورة؟ شوف انا طبعا لما نزلنا من الجبهة وبقينا في المنطقة انت المركزية، انت اعتزلت طبعا، اعتزلت بعد توقف الكورة، وكنا في المنطقة المركزية، فكان ساعات اروح النادي الاهلي يعني يومين في الاسبوع بتاع، فكان ماسك الكورة زي ما قلت لك، كان في كابتن عبد الصالح مدير فني، كابتن صالح مدير كورة، كابتن جوهري معاهم. فطبعا هم الثلاثة واحنا قاعدين بقى تيجي تشتغل معنا، قلت له اشتغل معاكم ايه؟ في مدير فني وفي مدير كورة وفي مدير عام. ده مين اللي قال لك بالظبط؟ ها؟ مين اللي قال لك بالظبط؟ كان صالح وكابتن ثلاثة وجوهري كلهم شجعوني. يعني ما بقول لهم لا يعني مش لاقي لي وظيفة يعني حاجة اقعد منظر يعني ولا قالوا لا بس تعالى. وبعدين فانضممت عليهم، وبعدين بقى رحت الكلية الفنية، فبقى اصبح عندي وقت اكتر ان انا اقدر اروح النادي الاهلي. ومن هنا جت، ومن هنا بقى مشت العمليه مدير الكوره. مدير الكوره كان النادي الاهلي بيبني جيل وقتها، كان مدير الكوره انا كنت مساعد لصالح. يعني في البدايه كنت حاج مساعد لصالح لغايه ما دخل هو المجلس، فاصبح ما ينفعش يمسك مدير كوره، فاتمسكت انا مدير كوره. كانت شهر 7/73 تقريبا او حاجه زي كده، وهو اصبح مشرف. وبعد ما ابتدينا شويه لغينا الاشراف. ومشت العمليه الحمد لله. حضرتك اللي طلبت عدم اشراف الكابتن صالح سليم؟ هي ناحيه اداريه، مش يعني قواعد اداريه في ايه هي؟ ان كان النهارده مثلا لعيب، تعرف اللعيبه كانوا صغيرين، وكل واحد فيهم حاسس ان هو النجم الكبير في النادي، فعاوز عمليه انضباط. ايوه. وكانت مرحله قبليها في نوع من السهوله في التعامل معاهم. بمعنى ان اللي عنده عاوز يذاكر يروح يذاكر، اللي عاوز فبتاعت العملية بقى تدخل في جد. انت عاوز تظبطهم. ايوه. فممكن تيجي تحطه على الخط. ايوه. حصلت مرة. راح واحد رايح لصالح. صح. فانت عايز يبقاش في علاقة. صالح طبعا واعي يعني. وبعدين كانت علاقتي بيه قوية جدا. طب الكابتن صالح ما زعلش وقتها؟ لا اطلاقا. انا بقول لك انا قعدت معاه. قلت له في خيارين دلوقتي ما لهمش تالت. ترجع مدير كورة وانا هقبل المساعد بتاعك. او هلغي الاشراف، لان اللاعب ما ينفعش يلاقي اثنين بيقودوه. قال لي لا نلغي الاشراف، وانتهى الموضوع في ثواني يعني. الجيل بقى للكابتن عزت ابو الروس، يعني الملقب بنظر المدرسه، الجيل بقى اللي كنت مدير كره عليه، في امسكهم كده من اول اكرامي وثابت البطل، احمد عبد الباقي، فتحي مبروك، حسن حمدي، مصطفى يونس، ماهر همام، محسن صالح، طاهر الشيخ، جمال عبد العظيم، عبد الباقي اللي قلناه، وعندك مصطفى عبده، ومحسن صالح، وجمال عبد العظيم. شطه طبعا ده قصه له ليه حكايات. كابتن شطه فكانوا مجموعه طيبه، طيبه قوي يعني، ما شاء الله. حضرتك فاكرهم بالاسم؟ الحمد لله طبعا. لا كمان ممكن الاسم يطير مني. في بعضهم ده، في كتير الواحد نسيهم يعني. التعامل بقى مع الجيل ده، شوف هو في مبدا واحد. يعني انت مدير كرة على نجوم كبار، يعتبر الجيل الذهبي للنادي الاهلي. هو في مبدأ واحد، العدل اساس الملك. العدل. اثنين، ان انا غيرت اللائحة. انت عارف زمان كان يقول لك تكسب تاخد مبلغ، تتعادل تاخد مبلغ، تخسر ما تاخدش. انا وجدت ان ده مش حافز كويس جدا. ويمكن يعني عدلت تعديل جذري في هذه اللائحة. فدرست النادي الاهلي خد الدوري كذا مرة. كان بياخد كم نقطة. فوجدت في النهاية انك لو تاخد من 7 ل6 نقط في الشهر، لان ممكن 4 مرات في الشهر، تاخد دوري وانت مستريح. فعملت تقسيمه بقى بهذا النظام، انك تاخد كذا نقطه النقطه بكذا، تاخد كذا نقطه النقطه بكذا، بحيث يعني تتشجعوا. بدات تحط لائحه تحفيزيه. فالحمد لله دي كانت، وبعدين فيها بقى ما له وما عليه. وقلت لهم ده الكوره النهارده بقت عمل. ايوه. وانا متمسك باللائحه. حلوة. مهما كان فيها انا متمسك بيها. فهم كان يعني اللي بيعمل حاجه عارف هيحصل له ايه. مش لازم انا اقول له. وبعتبر الناس بيقولوها صعوبه، لا ده كانت في منتهى السهوله. لان خلاص اتحطت القواعد وماشيين عليها كلنا. كان من ضمن الجيل برضو كابتن صفت عبد الحليم الله يرحمه. ده حاجه تانية. يعني في جيله ما شاء الله عليه، الوحيد اللي تخاف منه. انا جت فتره طبعا لما مسكت التصنيع، العربيه للتصنيع كمدير فني فيها. ما جينا نلعب النادي الاهلي، قلت لهم ما تمسكوش حد، خليكم مع صفت عبد الحليم. صفت. لان ده اللي ممكن يغير لك الملعب في ثانيه. الباقي كله معروف هيعمل ايه. صفت في اي وقت
يغير لك اتجاه الملعب. كان لعيب سابق عصره. لا لا ما شاء الله عليه. الله يرحمه. وكان الكابتن محمود الخطيب في بداياته. طبعا الخطيب ده قصه اخرى. طب ايه حكايه الكابتن شطه لما حضرتك حاطط اللائحه بتاعت المكافئات وبتاعت الجزاءات؟ كابتن شطه جالك قال لك انا شطه جاي من السودان وبدرس وكل شويه خصومات خصومات خصومات. لا هو شوف شطه جميل جدا. هو ما حدش بيتخصم منه الا لو عمل حاجه. لكن هو شطه كان مره جه كان عنده امتحان. فجه قال لي انا بكره عندي امتحان. قلت له ماشي روح. قال بس انتوا هتخصموا بجنيه. احنا كنا بنعمل جنيه للي يجي عشان ياخد برضك تاكسي بتاع عشان يبقى حاجه كويسه. فقلت له طب ازاي هتاخد الجنيه من احنا بنقول ايه اللي يجي؟ انت جاي مش جاي يبقى ما تاخدش الجنيه. فهو زعل عشان الجنيه. لا شطه من الشخصيات الجميله جدا. وولد محترم. والزمن خلاني ارتبط بيك جامد جدا لما قربت منه. بعد ما بطلنا لغايه دلوقتي اللحظه دي. انسان عطوف وكريم. وبيسال عن الناس. طب عايز ارجع لحته اللايحه النهارده. يعني نقدر نقول كابتن عزت ابو روس وهو مدير كوره يعني من اوائل الناس اللي بداوا يحطوا لوائح في منصب مدير الكوره. لما التاريخ يقول منصب مدير الكوره في النادي الاهلي لازم يتذكر على راس القائمه كابتن عزت ابو روس. يا حاجه الحمد لله. الحمد لله. هو طبعا وانا يمكن الكمبيوتر دخل النادي الاهلي اول مره في جهاز الكوره. انا دخلت جهاز الكمبيوتر. بدات تطور بقى بالتطوير. طب علاقتك وقتها مع هيديكوتي؟ هيديكوتي برضه من المدربين التاريخيين للنادي الاهلي. وعلاقتك مع الكابتن فؤاد شعبان؟ شوف انا هبتدي بفؤاد شعبان. ليه؟ لان قبل زي ما قبل كده انا قلت محدش اداله حقه. فؤاد شعبان قام بمجهود خرافي في النادي الاهلي سواء في الملعب او خارج الملعب. ففؤاد الله يرحمه وبعدين فاهم كوره كويس جدا وهو اللي كان بيقوم باعداد الفريق. ايوه هيديكوتي ده بقى العين وضع الخطط والحاجات دي يوظف اللعيب ده هنا. بس تجهيز الفريق كان كابتن فؤاد شعبان بالظبط. وبعدين كان بيقعد يرغي معاهم فكانوا بيتضايقوا. هو كان بيرغي معاهم بينقل لهم خبرته. وبيصلح لهم العيوب اللي هو شايفها فيها كويس. فانا بقول لك فؤاد الله يرحمه كان ليه دور كبير قوي قوي. وحازم كان طبعا مسؤول عن حراس المرمى كابتن حازم كرم. وديكودي بقى ده برضك يعني عقل. حاجه يعني كان هيمشوه هيديكوتي. في اما قامت الحرب وكان ما كناش مهتمين بالفريق فالنتائج ما كانتش كويسه. قبل ما تقع فكان عايزين يمشوه. قال لك لا. فانا جبت كل مدربين النادي اللي موجودين في الفتره دي وسالتهم رايكم ايه يا راجل. كلنا اجمعنا بان الراجل ما خدش فرصته ولكن واضح انه نظرته للملعب خطيره جدا. فكتبنا تقرير وبعتناه للمجلس بانه يستمر واستمر هيديكوتي.